25 سنة ليست بالقليلة. 25 سنة بدأت من هذا المكان أول تأسيس في المدينة الجامعية كانت الجامعة الأمريكية، وفتحنا كلية الهندسة. قالوا العدد 18 طالب، وهؤلاء يكلفون شيء الكثير، نؤجل سنة. قلت لا، نبدأ بأي عدد حتى ولو كان طالبا واحدا نمشي. وفعلا بدأنا والعدد لم يزد وإنما نقص عن 18، ولكن أكملنا المسيرة. الآن أكبر عدد من الطلاب في كلية الهندسة